يؤسف شركة النقل بتونس بأن تعلم بوقوع حادث على مسلك خط المترو رقم 4 في مستوى محطة باب سعدون في اتجاه تونس، وذلك مساء الخميس 24 أكتوبر على الساعة 4:30. وقد أسفر هذا الحادث عن وفاة حريفة مسنة على أثر سقوطها بلحظات على رصيف المحطة، الله يرحمها وينعمها. وتتمثل صورة الحادث حسب المعطيات الأولية في سقوط الهالكة عند محاولتها النزول من العربة عند التفطن إلى بلوغ المحطة المقصودة، ومحاولتها إنزال عربة التسوق الخاصة بها مع بداية مغادرة العربة للمحطة، وتعمد شابين منع غلق الأبواب دون أن تعير الانتباه للإنذار الصوتي الخاص بغلق الأبواب، وذلك بالرغم من محاولة أحد المسافرين مساعدتها من خلال محاولة الإمساك بها ومنعها من السقوط. وطبعا لهذا الحادث الأليم تتقدم شركة نقل تونس بأحر التعازي لعائلة الفقيدة، وإذ تأسف الشركة على وقوع مثل هذه الحوادث فإنها تجدد دعوتها إلى ضرورة توخي الحذر والامتناع عن الصعود إلى العربة أو النزول منها بعد سماع الإنذار الصوتي الخاص بغلق الأبواب. في الشأن هذية تواصلت معنا حفيدة المسنة المتوفية ربي يرحمها، وتقول وأنه البلاغ مستفز جدا وما همش مطمنين لطريقة الوفاة، وتحب توصل صوتها. باش ناخذوا أكثر تفاصيل دونك تدخل معنا سيدة فاتن المليتي الحفيدة متاحة. صباح الخير والبركة فيكم، وألا يرحم وينعم الفقيدة. صباح الخير عفاف، عايشك عن شخصي تعيش وترحم عن شخصي عايشك. مرحبا. دونك وضحنا قراءتكم للبلاغ اللي حسيتوه مستفز، في شنو مستفز بالضبط سيدة فاتن؟ انا خدنا بذلك بجملة بتفهم انت الحرقة اللي نحن فيها. انا اقول اعلى درجات الاهانة انك تطلع في المترو في تونس، ديجا معناها هات هانا نحن الناس الكل نشوفوا كيفاش حالة المترو، هانا ديجا شفنا كيفاش أمي المرة هذه مشات فيها ضحية. أنا أول حاجة نحب نعرف شكوني هي أمي. أمي سيدة ناجية معروفة في الدندان الكل باسم نجاة. هي صحيحة عمرها 84 سنة، لكن هي ما شاء الله عليها تسكيل لي كونديسيون فيزيك ومونتال نتاعها عالي العال، بشهادة طبيبتها معناها حتى راهي تاخذ في دويات، راهي دويات نتاع العمر نتاعها. أمي راهي تتحرك تخرج تحوس الدور تهبط لباب سعدون، وهي راهي ماهيش جديدة على باب سعدون، راهي بنت باب سعدون، تولدت غادي، عائلتها غادي، دارها غادي، لكن هي بحكم الزواج نتاعها معناها تعيش في الدندان. مستانسة بالحومة، مستانسة تاخذ المترو، مستانسة بالكاروسة نتاعها نتاع القضية، تطلعها وتهبطها، ماهيش أول مرة معناها. مستانسة بكل شيء، تمشي تجبد شهريتها وحدها، تهبط للدندان، تهبط لباب سعدون وحدها، تمشي لبلد وعندها دار خوها تتفقدها غادي، معناها إنسانة أكتيف ما شاء الله عليها تتحرك، فهمت؟ معناها العباد اللي تقول كيفاش هي مسنة وحدها، راهي أمي متحملة مسؤوليتها وحدها. زي يقولوا معناها كيفاش تطلع وحدها، كان هو القانون سمحني اللي في تونس يقول لك اللي راهو إنسانة مسنة عمرها أكثر من 8 سنين ما عرفت تطلع. طبعا إذا كان هي في حالة جيدة علاش معناها لازمها مرافق؟ حالة صحية جيدة، برشا مسنين ربي يفضلهم محليهم. فهمت؟ حاجة أخرى، راهي ولادها ما همش معناها حاجة تعيشة، راهو ولادها إطارات ثانية في وزارة الداخلية. ونزيد نزيدك معلومة أخرى، راهو عزيزي الله يرحمه، راهو كان الجارد كول نتاع والمتاغ اللولاني نتاع رئيس الراحل حبيب بورقيبة، وخدمت ده فترة مع زين العابدين بن علي. معناها راهي هي إنسانة تعرف معناها تفهم الباك جراوند نتاعها راهي هي شنية. دونك أنا نبهت كيفاش باش نسمي سامحني السيت اللي هبط فيه الكلمة هذه تونيزي نيميريك يهبطوا يكتبوا اون اوفريير اجي 84 كيفاش تكتب عليها اون اوفريير اللي انت وقت اللي هي تلقات راهي ما فوقهاش الهوية نتاعها تكتب عليها اون اوفريير، راهو اهانة حتى للدولة التونسية انك تقول معناها امرأة عمرها 84 سنة ومازالت اوفريير. مع احترامنا لكل العمال والعملة طبعا والعاملات. هاني قلت لك انا هنا للدولة التونسية، فما انت الدولة التونسية تقبل على روحك تخدم خلي 84 سنة مسنة في 84 سنة. كيفاش تقول هكاك معناها تجريح راه. نحن شنيا معناها الطلب نتاعنا؟ انا ما فهمتش امي كيفاش ماتت. ايوه انا نحب نعرف سبب الوفاة. انا البلاغ كي قريته انا ما فهمتش. تقولوا انتم سقطت من العربة هكا ولا سقطت معناها من المترو؟ يا سيدي كيفاش طاحت؟ انا نحب نفهم وين هم الكاميرا، وين معناها العباد اللي شهدت؟ اسكو دعفرت؟ اسكو وحلت كروستها؟ اي اسكو فما شكون دزها؟
خلفت الدرجة طاحت، انا نحب نفهم وين هم الكاميرا، على خاطر انا نعرف اللي اي انسان مثلا انت حتى كنت تتفرج في فيلم يا عفيف تبدا تتخيل في السيناريو زعما باش يصير هكا زعما باش يصير هكا زعما يصير هكا ولا انا زاد نتخيل زعما صارت هكا زعما هي سبقت كروستها قبل زعما هي خلت الكروسه لتالي خاطر تبدا تتخيل في السيناريو، معناها انت باش تفهم عادي واحد ما فقد انسان عزيز عليه يحب يفهم التفاصيل. لا خاصة يا عفيف اللي راهو الكدمات اللي عندها راهي عندها ضربة كبيرة في راسها، عندها ضربة كبيرة في ركبتها، هذوما انت تقول نتاع واحدة طاحت على راسها وركبتها ولا؟ مالا انا نحب نفهم جرح كبير في فخذها عميق نتاع كأنه حلة معناها نتاع سكينة ولا حاجة حادة. اها تشك انت وانه محاولة براكاج؟ لا مالا ما نعرفش انا ما نجمش نشك، انا نتبع البلايغ قالوا طاحت من المترو ولا طاحت من المترو عندها ضربه في راسها لوجيك، عندها ضربه في ساقها لوجيك، والحله اللي في ساقها شنو هي؟ كيف صارت الحله؟ اسكو واحد كيتيح تير له حله في ساقه؟ حلا نتاع حاجه حاده راه إيه نجم يكون ما نعرفش انا من حديد في المترو في السكه حاجه هكايا في الباب ما نعرفش الحقيقه كيفاش معناها فهمت تفسر لي فهمت دونك انا نحب نفهم انا اللي يتيح نعرف اللي يتيح على راسه يتيح فهمت الكاروسه زاد شبيها انتاكت الكاروسه قاعده لبرا اذا كان الكاروسه وحلت انا نتصور انه اللي باش تقعد الداخل فهمت انا دوما اسئله راني انا ما نحب نتهم حتى حد انا هذه اسئله نقعد بيني وبين روحي بيني وبين العائله نسهل يا جماعه علاش الكاروسه لبرا حاجه اخرى ثم فيديو راهو نتاع امي اللي هي معناها مسبوله معناها ومغطينها بالالومنيوم انت كي تشوف في الفيديو ما فماش مترو واقف المترو معناها صارت الحادثه والمترو كمل ثنيته ما نعرفش خليني حاضره انا ما نحب نفهم حد مانيش حاضره فهمت ما نعرفش خليني نقدم معاك شويه باش نفهم المطالب نتاعك عندي زوز نقاط مع الاسف ما عنديش برشا وقت النقطه الاولانيه معناها انت الاستفزاز نتاع البلاغ اللي نزلته شركه نقل تونس اللي ما نعرفش كان انا غلطه صلحني ما رتحكش ما وضحلكش ما عطاكش التفاصيل وفي كاينه في تملص من المسؤوليه 100% وحمل المسؤوليه 100% اللي جاتك هذايا اللي فهمته انت من انا حسيت باش ما حد انا كي نقرا فيه نحس كانه ذنب على امي انه هي ما انتبهتش دونك اليوم شنو الطالب؟ شنو مطالبكم انتم؟ انا اول حاجه نحب نطالب نحب نعرف ساعه اول حاجه اعطيني الكاميرا ويت نحب نعرف امي كيفاش ماتت. هذا المطلب الاولاني والمطلب الثاني اللي هو مطلب عام للناس يا ولدي القونا حل للمتروات وللكيران راهو هل يعقل انه مترو يمشي راهو شفت انت نحن معناها دارنا تخيفك على المترو رانا نمشي ونجيو نروح في المترو في الليل محلول بيبانو محلوله يا سيدي اعمل سياسة ردع، انت زاد اش معناها كيران زاد راهي الكيران راهي البرا راهو نبدا نتفرج ناخذ الكار راهو حالة جراف راهو شنو هي كيران العباد البرا كي تسيح العباد شي قبل نتمني كورونا على بلدان اخرى ولينا اعظم منهم راهو القوا حل القوا سياسة ردع كبيرة مثال طبق القانون على الناس وخلي الناس زاد تحترم القانون عليك الى متى قبلها بنهار نسي المرأة اللي جبت معها ثلاثة قبلها بنهار نعم. بعد ما غدوة أمي ماتت لو دكم قدر الله ما شاء الفعل معناها هذاك هو ربي شنو كاتب لها أمي معناها فهمت أما زيدا تشوف اللي راهو السبب معناها نتاع الموت اللي هو فما سيتانغيس كما فما عبيد أخرى راهي نزلت إذا نحن من غدوة زيدا سمعنا اللي فما حادثة أخرى نتاع طفل إذا ما تيمش وين ماشيين القونا حل جذري للحكاية نتاع الوسائل النقل واضح الحق شنو زاد انت كار ما تستناش راهي زاد كار ما تستناش العباد تطلع فاتن مليتي حابين نوصلوا صوتك اليوم انت طالب بفتح تحقيق لمعرفه التفاصيل اذا كانت توفرت كاميرا اذا كان فما شهود تحب تفهم بالضبط وهذا حقك وانك تطالب بهذا يا دونك انا ما نفهم حد انا جست اعطيني امي كيفاش ما توضح لي واضح ان شاء الله صوتك يوصل عموما شكرا ليك مره اخرى البركه فيكم الله يرحمها وينعمها صحيح هو قضاء
وقدر، وصحيح اللي جاي عمر هزوا معاه، ولكن زيدا ناخذوا بالاسباب، ولكن زيدا ردوا بالنا، ولكن زيدا اذا كان فما ظروف اللي يكون الانسان معرض فيها للخطر نحاولوا باش نتفاداو، نحاولوا باش نصلحوها، ما نخليوش الدنيا يعني تواصل هكاك. وكل يوم نسمعوا بحوادث من نوع هذايا في المترو، في القطار، في الحافلات، في الطريق بصفه عامه، باقي الحوادث هذه نسمعوها باستمرار. شكرا ليك فاتن مليتي، ومره اخرى نترحموا على جدتك الله يرحمها وينعمها.